مع أزمة كورونا بيتكرر المشهد ذاته مع سليم خدوش سائق الأجرة يلي أضرم النار بسيارته بعد تسطير ضبط بحقه لأنه لم يلتزم بقرار التعبئة. هلا اعطيني دفتر السواقة، طيته دفتر السواقة، هلا اعطيني وزيت مهنة، طيته يا كماشة هيك، قال لي خالصة زدت لي على المعهد، قلت له لا مش خالصة، قال لي طيب اعطيني أوراق الميكانيك، قلت له الميكانيك لحظة يطلع كني، اللي بدي أعمل لك ثلاث زبوطة، قال لي زبط 50,000، زبط الثاني 200,000، والثالث بدي لحق 3 مليون، قال لي 3 مليون قلت له ما معي ليرة. مش ويفات بغادر سليم يوميا بيته بحثا عن خبزه اليومي لتسديد أجار بيته لدفع مستحقات سيارة الأجرة ولإعالة عائلته المؤلفة من 4 أولاد بالإضافة إلى حفيده. طلعني ما مصاري الصراحة بموت أنا هيك ميت يعني. قال لي قلت له بدولع، قال لي ولع بعد اتفرج عليك أجلك مثل إجري. قلت له طيب هلا لك قمت رحت ولعت السيارة على البحر حالي الله يوجد خير الوطن عم دفشني كمشولتني شالونا بالسيارة كنت عم بولع حالي انه عجلتين كنت ميت والحمد لله الله كبير. وزير الداخلية هو المعنى الأول بموضوع التجول، هو عم بيحاول التوفيق بين التشدد بقمع المخالفات وبين ضرورة التنقل بحثا عن لقمة العيش. ففي التعميم الأخير سمح للسيارات العمومية بالتنقل بين 8 صباحا لغاية 2 بعد الظهر بعدد ركاب 3 ضمنهم السائق. وبلفتة إنسانية منه استقبل الوزير اليوم سليم خدوش بمكتبه بالوزارة. كتير تعاطف معي وكان كتير مريح، الله يدي أخي خليه أولاده، بديت شوي لأنه حسيت إيش هذه القصة وأنه عنده عائلة بدي أعيشها. النار يلي التهمت سيارة سليم حرقت قلوب كتيرة، مبادرات عديدة انطلقت لمساعدة سائقي الأجرة فقط، وبدور سليم سيحصل على سيارة جديدة بمساعي من الوزير فهمي بشرط الالتزام بالقانون.